واخيرا رجعت اليوتيوب واخيرا. السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم هكا تشوفوا هذا الفيديو، هذا غبرت وطولت لي غيبه. علاش غبرت وفين غبرت؟ المهم غبرت، كانوا عندي شي ظروف، منهم بس كان خاسر ليا، منهم التليفون حتى هو كان خاسر ليا، ومنهم المرض اللي غادي نعاود لكم دابا، اللي هو التجربه ديالي مع مرض الكورونا، حتى هي غبرتني واحد شويه وما كانش عندي المورال كاع نهائيا. ولاني واخا كنت مريضه كنت بغيت انني نشارك معاكم صراحه ديك اللقطات ديال المرض ديالي وديك الشيء باش كنحس وزعما ديك الشيء لقطه بلقطه. ولاني مشكله ان يعني كما قلت لكم التليفون كان خاسر، بس باش كنمونطا كان خاسر، داك الشيء علاش كلشي جا في دقه واحده. اول حاجه غنقول لكم كيفاش حتى تقاسيت بالفيروس، ثاني حاجه غنقول لكم الاعراض اللي كنت كنحس بها، وثالث حاجه اللي غنقول لكم التريتمون اللي عطاوني وباش كنت كنحس. المهم غنعاود لكم القصه ديالي مع هذا المرض هذا من الاول حتى الاخر. كما كتشوفوا في الوقيته ديالكم فيلمو كنا مخلوعين بزاف، رغم ان كانوا الحالات قلالين، واخا هكذاك كنا مخلوعين. منهم انا اي حاجه كانت دخلت للدار كتعقم، يعني كنت دايره احتياطات ديالي كامله. دازت ديك 3 شهور 4 شهور صافي بحال اللي وليت كنقص، وليت كنتهاون على راسي. بعد مرات كندخل حاجه هكذا من الزنقه، مره نعقمها مره ما كنعقمهاش، كنخرج كنسى تكلقى راسي داير يدي على فمي، كنسى تكلقى راسي حكيت عيني ولا حكيت وجهي. بعد مرات كندخل للدار كنسى ما كنغسلش يدي، صافي يعني كنحس براسي تهاونت. خصوصا انك كتشوف حتى شي حد من لا فامي ديالك ما مرض ما حتى شي حاجه، يعني كتشوف داك الشيء بعيد كتقول وصافي راه ما غاديش يجيني المرض، صافي راه ما غادي يوقع ليا والو. هكذا بقيت كنقول. حتى واحد النهار الاخ ديال الزوج ديالي كان المهم كنتلاقى مع شي ناس بحال هكذا، وديك الناس صابوا انهم مرضين بالكورونا. من بعد صافي فاش عرفوا انهم مرضين بالكورونا دار التيست ديالو، حماتي حتى هي كذلك دار التيست، لوسي الاخر حتى هو دار التيست. المهم صدق لوسي واحد اللي هو الاخ ديال الزوج ديالي، واحد اللي هو خرج بوزيتيف يعني مريض، حتى باقي الاخرين نيجاتيف يعني حتى شي واحد فيهم ما مريض. صافي رغم ان هاد اخ ديال الزوج ديالي يعني شحال هادي واخا كنا كنتلاقاو يعني ما كنتسالمو حتى شي حاجه، يعني كنبقاو من بعيد سلام سلام، ويعني تقريبا راه شي جوج سيمانات هكذاك يعني ما شفتو، يعني حتى قالوا لي بانه راه مريض. صافي المهم مشى هكذا كيتعالج، ما كان كيحس حتى شي اعراض ما والو، قالوا له بوزيتيف مشى السبيطار بدا كياخد دواء. حماتي جات عندي، جاو عندي جلسوا معايا هنايا في الدار، حيت راك عارف فاش كيكون انسان مريض كورونا المهم تخلعوا. حتى هما جاو جلسوا معايا في الدار، هما اللي نيجاتيف هو كما قلت لكم بوزيتيف مشى كيتعالج. صافي هي هادي، حتى قلت مع راسي علاش ما نديرش التيست، علاش انا ما نديرش التيست؟ ما عرفت يعني، خصوصا انك فاش كتكون من المخالطين وكتمشي وكتعطيهم السميه، كتمشي للسبيطار وكتعطيهم السميه والكنيه ديالك السيد اللي هو مريض وكيكتبوا سميتو وكيطلع لهم في السيستم باللي راه هو بوزيتيف وانك انت مخالط معاه، يعني كيديروا لك التيست بالزربه، يعني ما كياخذش وقت بزاف، يعني ما داكشي ما كيكونش معنكش. قلت انا علاش لا ما مشيتش انا ندير التيست، قلتها لراجلي وصافي مشينا انا وراجلي وولدي. حماتي ديك الساعه معايا في الدار، سبحان الله العلي العظيم الصباح اللي غادي نمشي ندير فيه التيست كنت حليت السرجم ديال البيت. المهم قلت واحد شويه وغادي نسدو، نسيت ما سديتوش حتى الصباح. عاد كنلقى راسي بانني حنجورتي هكذا كدرني والسرجم فوق راسي محلول، صافي سديتو قلت صافي راه السرجم راه يعني البرد راه هو اللي دارها ليا. حسيت بحال اللي حنجورتي هكذا كدرني، راسي كيضرني شويه وكنحس براسي فاشله ولعيا. المهم صافي مشينا للسبيطار، فاش كتمشيو كتمعرفتش، المهم معرفتش انا حيت انا مشيت للدوله معرفتش بريفي واش هما بحال هكذا ولا لا. مشيت كتعطيهم السميه، عطيناهم السميه ديال الاخ ديال الزوج ديالي اللي هو مريض. المهم داروا السميه ديالو طلع بانه بوزيتيف، قالوا لنا صافي غنديروا لكم التيست واليوم غتقيدوا حتى الغدا ان شاء الله عاد تجيو ديروا التيست. صافي تقيدنا ديك النهار لغد ليه غنمشيو نديروا التيست. صافي قال لي راجلي راه صافي انت مبيته السرجم راه حتى نورمال غادي تكوني نورمال يضربك البرد. صافي لغد ليه عاوتاني صبحت مدقدقه واحد الفشله وراسي عاوتاني كيضرني. صافي سبحان الله العلي العظيم النهار اللي غادي ندير فيه التيست نهار اللي بانوا فيه الاعراض هي هذيك. نهار ثاني مشيت درت التيست كنحس براسي فاشله، كنحس براسي ماشي هي هذيك. صافي قالوا لنا 48 ساعه غادي نجاوبوا عليكم، الا كنتو بوزيتيف غادي نعيطوا لكم، كنتو نيجاتيف ما غاديش نعيطوا لكم. صافي هي هذيك درت التيست، دازت 48 ساعه ما عيطوش لينا. قلت الحمد لله راه دارني غير البرد، يعني انا راني ما مريضاش بكورونا.
صافي هي هذيك دوزنا 3 ايام 4 ايام 5 ايام نهار الخامس عاد عيطوا ليا صافي. المهم طلعت ليا نيميرو فيكس بقيت كنقول او شكون غيكون هذا اللي عيط ليا من فيكس صافي. المهم بحال شكيت عيطوا ليا سلام صافي. المهم عرفت بان هاد الناس هادو ما كنعرفهم حتى شي حاجه وقلت صافي راه شي حاجه يعني كاينه يعني انا يمكن مريضه بكورونا. سولوني واش نتيا غزلان فلانه فلانيه هادي ساكنه في البلاصه الفلانيه قلت لهم قالوا لي راه خرجت لك الريزلت وراكي بوزيتيف خصوصا تصوروا موالف كيجيني الرواح ولا شي حاجه كيدوز لك 3 ايام كنولي مزيان. تصوروا النهار الثاني كنحس بالفشله وراسي كيضرني. النهار الثالث المهم اعراض غاديين وكيتزادوا يعني كنحس براسي فاشله. تصوروا لا هزيت شي حاجه هكذا في يدي بحال هزه شي حاجه ثقيله وراسي كان كيضرني السخانه كانت كتطلع ليا مره وكتنزل الاعراض اللي كنت حسيت بهم عاوتاني. المهم قلت لكم راسي كان كيضرني واحد شويه كنحس بالفشله السخانه كانت كتطلع مره وكتنزل وحنجرتي كانت كتضرني هنايا والشهية تسدات يعني ما بقيتش قادره ناكل يعني الشهيه عندي ناقصه في مره منهم ان يعني كنشم مشى ليا والذوق كنقول راه غير الترويح يعني ومثلا النهار الثالث كنحس بالذوق شويه مشى. النهار الرابع كنحس به بحال زاد نقص عاوتاني يعني بحال هكذا بقيت غاده صافي. تعيطوا لي قالوا لي راكي بوزيتيف ومنعاود لكمش يعني جاتني واحد الخلعه وبكيت صراحه والله يعني كنتفكر فاش قال لي غزلان راكي بوزيتيف يعني وكتشوف ان بزاف الناس ماتوا بزاف الناس كتشوف يعني واخدين حنايا واخدين على كورونا واحد النظره اللي هي خيبه بزاف بحال كنقولوا كورونا كتساوي الموت كورونا صافي كتقتل يعني واحد الاحساس حسيت به خايب. وسولتهم على راجلي ولدي قالوا لي بلي نيجاتيف. شوفوا سبحان الله العلي العظيم ولدي يوميا معانق معايا يوميا كيبوسني يوميا كنشربوا من نفس الكاس وهو ما يعني خرج نيجاتيف وانا خرجت بوزيتيف وراجلي كذلك يعني ديما قريب ليا حتى هو كذلك خرج نيجاتيف يعني حماتي صدقات هضره مضاره من كورونا صدقات لقات الكورونا عندي في الدار. قلت واخا زعما ما عندوش شي اعراض ما عنده لا اعراض لا حتى شي حاجه داو ينعس في السبيطار. وانا ما عمري تفارقت على ولدي ما عمري تفارقت عليه تصور وما عمري بت يعني شي ليله في شي بلاصه بلا ولدي يعني بقيت كنبكي ومسكين داك السيد اللي عيط ليا كيصبر فيا وكيقول لي لا ما تبكيش ان شاء الله كلشي غادي يدوز. قلت له لا انا غادي نعس في السبيطار وانا مول فاش نفرق ولدي و يعني ما نقدرش يعني ندوز شي ليله بلا بيه ما نقدرش ندوز كان وحق الله جاتني بكيه كنعاود لكم يعني ديك اللقطه يعني بحال ديك اللقطه تعاودات ومسكين بقيت فيه قال لي لا ما تخافيش لا راه كاين زعما كيمشيو كاين في السبيطار كيدو وليداتهم معاهم تقدري تدي ولدك معاك يعني واحد الاحساس خايب. المهم انا كان ما عرفتش يمكن نحسات واحد شويه صافي هي هذيك صافي ما تبكيش المهم هادشي راه كلشي فات راه دابا كنعاود لكم ديك المشاعر تخلطوا عليا مسحت بعدا الدميعه تقولوا لي انت عايشه دميعه يا اختي هي كتبكي. المهم كنعاود لكم مرحله بمرحله يعني كنعاود داكشي كنعاودو لكم وكنحس براسي بحال راني دابا كنعيشو. درت تيست في الحي اللي ساكنه فيه عقوسي حيت لادغيس عندي على الدار ديالها. فاش قلت له باني انا ساكنه في حي واحد اخر قال لي اوكي يعني بقاي في الدار دخلي لواحد البيت سدي عليك يعني حاولي ما تقربيش يعني الناس اللي معك في الدار ما تقربيش ليهم وديري الكمامه ديالك فاش تكوني كتهضري معاهم وتكوني بعيده عليهم صافي. قال لي حتى غادي نعيطوا لك باش نقولوا لك ان السبيطار غادي تمشي. ما بقيت كنتسنى ديك النهار كامل عرفتي دازت عليا خلعه ديال بصح والمورال ديالي كان هابط وعرفتي صافي ما بقاتش عندي الكانه. ونوصيكم يعني الا كنتم راضين الله يحفظ ولا هذه حاولوا تطلعوا المورال حيت فاش كيكون المورال ديالكم هابط صافي المناعه ديالكم كتهبط. انا صراحه حاولت نطلع المورال ويني ما قدرتش صافي. تلقت لي في الصباح عيطت لي واحد السيده سولاتني على الاعراض وداك الشيء. المهم حتى هو حتى السيد اللي عيط لي قلت له على الاعراض اللي كنحس بها عيطت لي السيده قالت لي شوفي الا ما كانش عندك شي مرض مزمن
يعني ما غتحتاجيش تنعسي في السبيطار. انا صراحه فرحت من قالت لي بحال هاد الهضره، قلت المهم واخا بقاي قريبه لولدي هكذا نشوفو، يعني حسن ما انني نبقى بعيده عليه. صافي قالت لي غتمشي لوبيتال، عطاتني السمية ديال لوبيتال اللي محسوب على الحي ديالي، قالت لي غادي تمشي عندهم، وصيفطات لي ميساج في التليفون ديالي قالت لي غادي تديه ليهم بانني كون كوا زعما راني مريضه بكورونا. المهم صيفطوا لي بانني انت فلانه فلانيه راكي مريضه هادي وهادي. المهم فاش مشيت للسبيطار وريتهم داك الميساج صافي. بعدا قبل ما نقول لكم انني قبل ما نمشي عندهم، يعني فاش خرجت للزنقه وليت مخلوعه على الناس اكثر من اللي مخلوعه على راسي، والله ما كنبغيش شي حد يقرب ليا. ما المهم ما كنبغيش حتى ما تلاقيت شي حد في الزنقه ولا بغي يهضر معايا سلام سلام، يعني من بعيد كنحاول كن يعني نبقى بعيده على بنادم، حيت وليت خايفه على الناس بزاف، وليت خايفه لنعادي شي حد. صافي ملي مشيت للسبيطار عطيتهم داك الميساج صافي، داروا لي التخطيط ديال القلب وداروا لي تحليله ديال الدم. صافي المهم ديك التحليله صراحه ما عرفتش انا ديالاش داروها، ما عرفتش، ما كيشوفوش عندك شي مرض اخر ولا ما عرفت. المهم ما عرفتش انا ديك التحليله علاش داروها. صافي هذيك فاش درت التخطيط ديال القلب جا واحد لانفيرميير سولني قال لي باش كتحسي واش عندك شي مرض ماشي تلهي باش كتعاني. المهم قلت له انا الحمد لله ما كنعاني من حتى شي مرض، ما عندي حتى شي حاجه. يعني قال لي شنو هو الاعراض اللي كتحسي بهم. هم الناس اللي كيكونوا مثلا مريضين بالضيقه ولا عندهم السكر ولا عندهم شي مرض اخر مزمن، يعني شنو كيديروا كينعسوهم في السبيطار باش كتبقى الحاله ديالهم تحت المراقبه. الناس اللي كيكونوا ما كيعانيو حتى شي مرض كيمشيو. المهم انا السبيطار اللي مشيت ليه هذا هو اللي كاين، السبيطار اللي كنمشى ليه لوسي اي واحد مريض فيروس كورونا، يا عنده مرض مزمن يا ما عندوش مرض مزمن كيمشي يتعالج في السبيطار. انا السبيطار اللي مشيت ليه قالوا لي غتعالجي غير في الدار. بعدا كيسولوك واش الدار كبيره، واش تقدري يعني تبقاي في بيت بوحدك، يعني واش ما يعني ماشي الدار صغيره وشحال فيها ديال الناس، حيت الا كانوا مثلا الا كانت الدار صغيره وكانوا الناس فيها بزاف وما تقدريش تنعسي مثلا في بيت بوحدك تسدي عليك هذه تما هاد الحاله، واخا ما كتكونيش يعني عندك شي مرض مزمن كتمشي تنعسي في السبيطار هكذا باش الناس اللي معاك في الدار ما تعاديهمش. خديت التريتمون ديالي اللي هو غادي نوريه لكم دابا. يعني هاد المرحله اللي دوزت صراحه مرحله خايبه ديال المرض وحق الله، يعني كنت كناخذ دواء ما كانش يعني ما كان معمر زعما شي دواء اثر عليا، تخديت هاد الدواء حيت قاصح بزاف. المهم كيعطيوك هاد كلوروكين كيعطيوك بحال هكا، المهم كيعطيوك ساشي بحال هكذا ساشي كيعطيوه لك فيه الدواء ديالك. هذا الكلوروكين كيعطيوه ليا قالوا ليا غادي تاخديه ثلاثة مرات في النهار، كل 8 سوايع تاخدي حبه في الصباح وحبه في العشيه. المهم كل انتما غتحسبوا كل 8 سوايع كتاخذ حبه. انا صراحه ما كرهتش كون شفت شي حد داير بحال هذا الفيديو، حيت بقيت كنقلب شحال وما لقيتش يعني اللي غادي يعاود ليا التجربه ديالو كيفاش دازت باش حس فاش خدا الدواء. المهم ما لقيتش ماشي مشكله. انا درت لكم هذا الفيديو هذا. عطاوني فيتامين سي هذا كناخذ مره واحده في الصباح مالك يعقوب. لان هالولاد هي هادي مع مرة مصورش فيديو على خاطرها نكملو. قلت لكم كنت كناخد هاد فيتامين سي مرة واحدة في الصباح، كلوروكين كنت كناخدو ثلاثة المرات مرة في الصباح. المهم كما قلت لكم 8 ديال السوايع كناخد حبة واحدة اخرى. وعطاوني هذا فيتامين دي، هذا فيتامين دي كيعطيوكم كتكون فيها غير وحيده. النص شربتها النهار الاول فاش بديت التريتمون، والنص الثاني شربتو النهار الاخر ديال التريتمون. يعني كيعطوني حبه كنشرب منها شويه والشويه اللي غادي يبقى حتى كنكمل التريتمون. صافي كنت كناخذ هذا ازيميسين، هذا اونتيبيوتيك، هذا عطاوه ليا فيه ثلاثة ديال الحبات، وعطاوني نص واحد اخر زايد. يعني هذا النهار الاول الصباح كناخذو كل نهار مره واحده في الصباح.
هدف الاول خديت حبه، والنهار الثاني بديت كناخذ نص، نهار الثاني نص، نهار الثالث نص. مهم يعني هنايا تقريبا ثلاثه الحبات، يعني هادو مده 6 ايام. مده 6 ايام، وعاد عطوني حبه زايده اللي خديتها نهار الاول. من بعد كنولي كناخذ نص 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 نص. مهم شنو نقول لكم، هاد الدواء هو اللي اثر عليا بزاف. هاد الدواء مع شربته، ما كملتش 4 ساعه جاتني لا دياري، وفي ما كنت كنشربو لا دياري يعني السيمانه كامله وهي في لا دياري. اثر عليا بزاف، دار لي الدوخه صراحه. واخا كان عندي واحد الدواء ديال المعده كنت كنشربو يعني قبل منه، يعني باش ما ياثرش عليا، واخا هكذا بحال اللي كنكب الماء في الرمله، يعني دار لي الدوخه. حسيت بواحد الاحساس اللي هو خايب هاد الدواء هذا، بعدا زاد فشلني ديال بصح لدرجه اني كرهته، وقلت بلا ما نكمل هاد الدواء والله، حيت قلت نحبس. عاد بقى راجلي كيشجعني لا غير حاولي تاخديه، وهذه ما عندك ما ديري، ما بقى قد ما فات ان شاء الله. المهم الدواء راه كيعطيوك مده 7 ايام، 7 ايام ان شاء الله دغيا غدوز وغتولي مزيان. تصور كنت كناخذو، كان كتجيني الترويعه مع كناخذو مع كلشي كتغرغر، تصور بحال اللي كليت السم، وحق الله الا كنحس بحال اللي كليت السم، صارني كيتقطعوا عليا، كتجيني لا دياري، يعني واحد الاحساس اللي هو خايب. وماشي اي واحد، هي نورمالمون هو كيدير لا دياري للناس كاملين، غير هو على حسب كل واحد وكيفاش كان اللي كيدير له الدوخه، كي كيديروا في المعده، كي ما كيديروش، المهم كل واحد وكيفاش. حيت انا سولت له سي، قال لي ما دار لي حتى شي حاجه، من غير انه دار لي لا دياري، يعني ديك الاعراض اللي كنت كنحس بها انا ما كانش كيحس بها هو. يعني واخا كان واخا بديت كناخذ تريتمون، يعني بقيت كنحس، بديت كنحس بديك الاعراض، بديت كنحس بالمرض. في الاخر مشى ليا التذوق في مره في مره في مره. تصوروا كندير الخبز كنحس براسي بحال اللي كناكل شي بونج دايره فمي، يعني ما كاينش حس المذاق، ما كنشمش، ما كنقدرش، ما كاينش، ما كاينش، كنرش طارفان عليا بجهده وما كنشمهاش. يعني مشى ليا التذوق والشم، يعني فاش كتمشي لك التذوق والشم يعني ما كيبقاش عندك الشهيه نهائيا ديال الماكله. يعني شنو غتاكل، انت تشهيتي شي حاجه درتيها فمك ما غتمدقهاش، يعني بحال اللي والو. هادشي هذا هو اللي كنت كنحس به، يعني مشى ليا المذاق، مشى ليا الشم، الشهيه زادت سدات ليا في مره، الدوخه، الدكديكه. بعدا فاش بغيت تبديت كناخذ تريتمون، وحسيت بان ولي عندي بحال شويه ضيق في التنفس. يعني مثلا لا شي حد كان جالس حدايا وبقيت كنهضر معاه، مثلا هكذا راجلي بعيد عليا ودير البافيت وبقيت كنهضر معاه، كنحس براسي دغيا عييت، ما كنقدرش نبقى نهضر بزاف. يعني اش كنقدر كنبقى نهضر وكنبقى ندير هكذا وكنهضر. وعاد كما قلت لكم، يعني حاولت باش نطلع المورال ساعه والو، يعني كنحس بحال اللي جاني اكتئاب، انك داخله مثلا داخله في بيت وسد عليك، كيوجدوا الماكله كيعطيوك تاكلي في البيت، كنبقى نخربق بحال هكذا، كنبقى نتفرج افلام، فيلم تابع فيلم، تابع فيلم. الا خرجت مثلا وجلست حدا راجلي، يعني انا في الصالون بعيد هو بعيد، يعني كنبقاو مبعدين بعضياتنا بزاف، ولدي كيبغي يعنقني ما كنخليهش يعنقني، يعني الوقت كامل، يعني اغلبيه الوقت ديالي هو في بيت سد عليا. يعني متصوروا جاني واحد الاكتئاب، وشحال من مره بكيت، ولكن الحمد لله من بعد فاش داز 7 ايام، تصوروا سبحان الله العلي العظيم، نهار السابع وليت عاد بدات الحاله ديالي كتحسن، وليت كنحس براسي مزيان، المذاق رجع ليا، الشم رجع ليا، ما بقاتش ديك الدقديقه، وليت كنحس بواحد النشاط. صافي ختكم نهار الثامن، صافي بديت كنقضي الشغل ديال الدار ديالي عادي، كنجمع الدار كنخمل، المهم كنحس براسي عادي. غير هما قالوا لي بانك واخا فتي 7 ايام عندك 7 ايام اخرى ديال الحجر الصحي، يعني ما تخرجيش ما تلاقيش مع ناس، يعني 7 ايام كتاخدي فيها التريتمون، و 7 ايام ثانيه ما خاصك تلاقي حتى مع شي حد. داكشي اللي كاين 7 ايام ثانيه. المهم بافيت ديما ديرها، واخا السيمانه، واخا دوزت 7 ايام كامله بالبافيت، زعما حدا راجلي، الا كنا قرابين بعضياتنا هكذا كنهضروا من بعيد، اما في البيت فاش كندخل البيت كنسد عليا كنحيد البافيت. المهم كنبقى انا مرتاحه فاش كنبغي مثلا نخرج هكذا على البيت كندير البافيت ديالي. اما السيمانه الثانيه حتى هي بديت دايره حجر صحي، يعني ما خصني نتلاقى مع الناس، وليت خايف، وليت خايفه على الناس بزاف والله، حيت ما كتعرفش، شكون كتعادي، تخاف تمشي مثلا تعادي شي واحد اللي مسكين هو اصلا مريض، عنده مرض القلب ولا عنده شي مرض اخر، كيجي كتجي هاد الكورونا صراحه كتمحنو. يعني داكشي علاش يعني حاولت كل ما امكن انني ما نقربش للناس، ما نخرجش، ما حتى شي حاجه.
صافي هادشي ديال الكاين، كنتمنى اني ما نسيت لكم والو. المهم دوزت 7 ايام ثانيه صافي، وليت اون فورم مزيان، كنحس براسي مزيان. سولت على المرض واش كيعاود يجي المره الثانيه ولا ما كيوليش يعاود يرجع، لقيت بان بصح كيولي يرجع، يعني وليني حاله نادره، يعني في هذا العالم كامل لقاو جوج بانهم هما اللي رجع لهم، واحد رجع له المرض خفيف وواحد رجع له المرض قوي شويه، يعني كما قلت لكم حاله نادره. واخا هكذاك هذا ما كيعنيش اننا صافي حنا دازتنا كورونا، لا صافي راه ما توليش تعاود ترجع نوليو عاوتاني نتهاونوا على راسنا، لا خاصنا ضروري ديما الكمامه معقم ديما في يدينا، نديرو جميع الاحتياطات ديالنا، يعني نديرو جهدنا كامل، ما تهونوش على راسنا. انا راه كنت كنمشي مثلا للسوبر مارشي مثلا كنهز الشوكولا كنخرج ديك القراتي حليتها وشديتها بيدي وكناكلها، يعني راه هذا في حد ذاته راه هذا هو المرض ديال بصح، يعني حاجه قبل ما نحلوها خصنا نعقموها، خصنا نديرو احتياطات ديالنا كاملين. راه تقدري انت ولا انت تكون صحيح صحيح ما كتعاني حتى شي حاجه، جاك المرض تقدر تعاني تقدر تعادي، الله يحفظ باك ولا امك اللي هما مساكن مرادين ولا اللي هما عندهم مناعه على قد الحال، يعني خصنا نشوفو حتى الناس اللي حدانا. نشوف راسي انا ما خصنيش المرض ونفكر بزاف الناس اللي معايا اللي هما والديا ولا خوتي ولا الناس اللي قرابين ليا. المهم القضيه راه مرونه، كورونا كاينه ما كايناش، ندير لكم بحال هكا لا كورونا ما كايناش، لا كورونا كاينه، كاينه كورونا اختي. المهم كورونا راه كاينه، حداو راسكم حداو راسكم بزاف بزاف، ديروا جميع الاحتياطات ديالكم. المهم انا عاودت لكم التجربه ديالي من الاول حتى الاخر، كنتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجه، كنتمنى. المهم كان عندكم شي سؤال اولا شي حاجه كتبوه لي في كومونتير، انا مستعده نجاوب عليه، اولا صيفطوا لي ميساج في انستغرام غنجاوب عليه، نجاوب عليه يعني جميع التساؤلات ديالكم نجاوب عليها. ومهم الانستغرام ديالي غنحطو لكم لتحت، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. وكنتمنى لاي واحد مريض الشفاء بالشفاء العاجل ان شاء الله. وحدي وراسكم حدي وراسكم حدي وراسكم، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم هكذا باش تعمل فائده على كل شيء. كنتمنى الشفاء العاجل للناس كاملين، ومهم الناس اللي مرادين بكورونا كما قلت لكم حاولوا تطلعوا المورال، حاولوا تفائلوا هكذا باش تطلع لكم مناعه، حيت الا هبط لكم المورال ولا بقيتوا كتبكي ولا حسيتوا شي احساس ماشي سليم راه المناعه غتهبط لكم وهكذا غتبقاو مرادين. يمكن هكذا اللي وقع لي انا، المناعه هبطت ليا، داكشي علاش داكشي بقى كيتزاد عليا. المهم تلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله، ما تنساوش تشتركوا في القناه هكذا باش يبقاو يوصلوكم كاع الفيديوهات ديالي، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.